يا صباح الفل على حضراتكم مره تانيه. نروح بقى لعناوين ومنشتات الصحافه النهارده. نبدا من المصري اليوم وتحقيق مهم جدا عن القطن. القطن فتح وموسم الجني يفقد بريقه. هنقرا لحضراتكم كده سريعا. يعني الفلاحين بيقولوا ان الدوله تجاهلت الدعم. القطن الامريكاني، تخيلوا القطن الامريكاني بينافس القطن المصري، ونطالب بعوده الدوره الزراعيه مره اخرى. برضو في التقرير، الولايات المتحده بتدعم مزارعيها والقطن المصري يتفوق في الجوده على القطن الامريكي. برضو مكتوب في التحقيق خريطه الطريق ازاي نحل المساله دي بشكل كامل. بص بقى الاخبار صفحه 6، ده تحقيق بيتكلم عن متاحف في بئر النسيان. انا مش خبر صادم قوي، احنا عندنا ازمه بصراحه في الحفاظ على التراث، يمكن اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا، بس ده هنا بقى خبر بيتكلم بالتفصيل عن بعض يعني الاثار معناتها والمتاحف اللي عندنا. عايزين نقول لهم بس سريعا، يعني متحف البريد، السكه الحديد، متحف الشمع، متحف المركبات، دي متاحف متخصصه ما حدش يعرف عنها حاجه، ومتاحف مهمه جدا، يعني محتاجين طيب تاني نشتغل. محمد خلينا نروح لخبر بقى غريب جدا. أيوة. يعني نتكلم عن البوابه، بيتكلم عن شوربه الضفادع ب 2100 جنيه بس. مصر تصدر 18000 طن سنويا ب 504 ملايين. ضفادع مقرمشه كرانشي. ضفادع كرانشي. ضفادع كرانشي، احنا عايزين نصدر كل الضفادع بتاعتنا. غريبه، 1200 جنيه. المهم نروح بقى نختم مع حضراتكم كده بضحكه لطيفه وريشه الفنان عمرو فهمي، ومن جريده الاخبار مع الكاريكاتير. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم الفقره الاولى من حلقه النهارده من صباح. خليكم معانا.